Señor ministro de Asuntos Exteriores de Irak, señoras y señores embajadores, señoras y señores, buenas tardes. السيدات والسادة السفراء، السيدات والسادة، ومرحبا بكم في هذا المؤتمر العراق اليوم، إمكانيات السلام والاستقرار، معالي وزير الخارجية العراقي السيد الجعفري، وتحت إشراف سفارة العراق في إسبانيا والبيت العربي، وذلك في إطار دورة المؤتمر المحاضرات المرتبطة بالعلاقات الدولية. البيت العربي هو أداة للدبلوماسية العمومية الإسبانية وذلك كممارسة للعلاقات الدولية من خلال وسائل الإعلام العمومية وعدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات التعليمية والمعاهد والأحزاب والمجتمع المدني. نحن بمثابة جسر لمزيد من التفاهم بين إسبانيا والعالم العربي وأيضا منبر هام جدا للمجتمعات العربية والإسبانية. العراق هو ملتقى طرق في من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، وكما قال الصحفي المخضرم باتريك كورم الذي كان في هذه القاعة في بداية هذه السنة، فإن العراق هناك حيث تتحرك الطبقات الأرضية الباطنية، والعراق احتل مكانة هامة جدا في الأخبار الدولية وبتحديدا منذ انهيار نظام صدام حسين، وحيث أن إعادة بناء مؤسساته على مدى الحكومات المتتالية والمتعاقبة، وبالتالي كل ذلك جعل العراق مرجعا لتقييم التقدمات والتقهقرات في المنطقة. كما أن بنية البلد تم استعادتها في عدة مناطق من البلاد، في حين أن عدم الاستقرار يعصف بمناطق أخرى، ولكن العراق يتقدم، وهناك محللون الآن بدأوا في بلورة عدد من السيناريوهات لما بعد داعش، ومن بين ذلك التغلب على الطائفية وتحسين النسيج الاجتماعي وإعادة بناء المناطق المدمرة من بسبب الحروب المتتالية، وأيضا السيطرة على الميليشيات التي تجوب البلاد. بالنسبة للسياق الإقليمي فهو صعب، ومع الجوار كتركيا وسوريا، وأيضا العراق يعاني من المنافسة بين إيران والعربية السعودية، إضافة إلى الفاعلين الدوليين مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن ما هي إمكانات السلام والاستقرار في العراق؟ حتى نتطرق إلى هذه القضايا، نتشرف باستقبال إبراهيم الجعفري وزير الخارجية لجمهورية العراق منذ 2014. الزيارة الرسمية لإبراهيم الجعفري لإسبانيا هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية عراقي إلى بلادنا منذ عقد من الزمن. وزير الخارجية العراقي شارك في افتتاح المؤتمر الدولي حول حماية ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط، وذلك يوم 24 مايو أيار 2017، وقد اجتمع أيضا بوزيرة الدفاع ووزيرة الدولة للتجارة أو أمين الدولة للتجارة ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ونظيره الإسباني. ما بالنسبة للعلاقات العراقية الإسبانية فإن لها أولويتان بالنسبة للخارجية الإسبانية. أولا التزام إسبانيا بمكافحة الإرهاب،
ثانيا التشجيع وتحفيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهاتان الأولويتان تستندان إلى توافق القوى السياسية الإسبانية كما تبلور ذلك في مصادقة مجلس النواب على نشر الوحدات العسكرية الإسبانية في العراق في 2015 وبعد ذلك المصادقة عليه وتمديده في 2016. وقبل أن أفسح المجال لمعالي الوزير، فهناك لمحات حول هذه القضايا. حول السيد الوزير، مجاز في دكتور في الطب وفي وكان أول رئيس مجلس وزراء في العراق، وفي الانتخابات 2005 تم انتخابه وزير أول أو رئيس وزراء في العراق، وبين 2006 إلى 2014 كان نائبا برلمانيا، وفي 2013 هو رئيس الائتلاف الوطني العراقي وهو أكبر مجموعة سياسية في البلاد. وأيضا وطالما أن رمضان قد سيحل قريبا، فإنني أغتنم هذه الفرصة لكي أتمنى لمعالي الوزير وكل الحاضرين رمضانا مباركا. وقبل أن أفسح المجال لمعالي الوزير، فقط أريد أن أشير إلى أنه بعد مداخلة السيد معالي الوزير سيكون مجال للأسئلة، ورجاء الأسئلة ستكون كتابية، وبالتالي بإمكانكم أن تطلبوا استمارة من أجل ذلك الغرض، والمداخلة ستكون باللغة العربية وبالترجمة الفورية. إذن شكرا جزيلا معالي الوزير، وشكرا للحضور الكريم، وتفضل لكم الكلمة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. فرصة طيبة أن نلتقي وإياكم في هذه الندوة، وأنا في سفرتي، أول سفرة أزور فيها إسبانيا. وأشكرك كثيرا على الحديث اللي تفضلت فيه، سواء كان على العراق أو عني، شكرا جزيلا. سأتناول بالحديث على قصر الفترة أهم النقاط المطروحة أمامي، وهي كيف كان العراق قبل عام 2003 وأين وصل الآن من ناحية فرص السلام ومن ناحية الاستقرار. وأحسب أن العنوان موفق. عادة عندما نريد أن نقيم أي تجربة في كل دولة من دول العالم، لا بد لنا أن نعقد مقارنة أين كانت هذه الدولة ولا أين وصلت. فحاضر الدول غير تاريخ الدول. حاضر الدول في أمريكا على سبيل المثال غير تاريخ أمريكا. تاريخ أمريكا ما كان يعترف بالملونين. الآن استطاع أحد الملونين وهو السيد باراك أوباما أن يصل إلى قمة الرئاسة في أمريكا. وقل مثل ذلك الدول الأوروبية الأخرى، سواء كانت بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا، ما كانت تعطي حق التصويت للمرأة، لكنها في منتصف القرن العشرين أعطت المرأة لأول مرة حق التصويت. فحاضر الدول في قوته لا يعكس تاريخها في القوة، مو بالضرورة. كلها بدأت، ربما بدأت من تحت الصفر، استطاعت أن تعدل دساتيرها وتعدل حكوماتها إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه. فنحن الآن لازلنا وإن كنا في الشوط الأول، لكن حصلت فروق، وفروق نوعية ممتازة رغم قصر الفترة واستثنائية الظروف التي يمر بها العراق. العراق بعد عام 2003 استطاع أن يمارس عملية انتخابات، تلو الانتخابات، أدت مناسبات، وجرى انتخاب حكومات، وجرى تبادل السلطة بطريقة سلمية من حكومة مجلس الحكم إلى الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى الانتقالية إلى الحكومة الدائمة في فترة قصيرة من الزمن. استطاع أيضا أن يحقق فرق بحضور المرأة، وأنا أعتبر هذا مظهر حضاري، أن تكون أكثر من 80 سيدة عضوة في البرلمان العراقي. واستطاع أن يجعل من البرلمان مرآة دقيقة
لتعكس في مكوناتها مكونات الشعب العراقي، واستطاع أن يفتح علاقات مع دول العالم بعد أن كانت الصفة العامة للعلاقات العراقية مع دول الجوار كانت أزمة مع الكويت واحتلال الكويت، وأزمة مع إيران وحرب 8 سنين، أطول حرب في القرن 20 كانت مع إيران، وأيضا اعتداء على المملكة العربية السعودية ودكة المدافع العراقية الرياض. ليس هذا فقط بين العراق وبين دول الجوار، وإنما كانت العلاقات في داخل العراق سيئة جدا، حرب ضد الأكراد واستخدام الكيميائي مع الأكراد في حلبجة وكذلك في الأنفال، وقمع الانتفاضة الثورة الشعبانية على ضد الشيعة بالوسط والجنوب، ودفن 365 ألف مواطن حي دفنوا وهم أحياء، اقتيدوا وغلت أيديهم ووضعوا بالحفر. بينما ما حصل في هيروشيما وناكازاكي عام 1945 لم يصل إلى هذا الحد، عندما استخدمت قوات التحالف قنابلها ضد اليابان كان العدد الكلي من الضحايا 164 إلى 170 ألف ضحية، بينما ضحية الانتفاضة الشعبانية أو الثورة الشعبانية 365 ألف مواطن. هكذا كانت صورة العراق بشكل سريع، تمييز بين المواطنين، واستبدت حالات حقيقة تخجل كان يمارسها النظام السيء بالعراق. اليوم العراق يتخطى هذه الخلافات ويصعد ويبهم علاقات طيبة مع دول العالم. اليوم العراق رغم قصر التجربة له أحسن العلاقات مع الدول الجوار الجغرافي، ودول الجوار الجغرافي متنوعة ليست متشابهة بالأنظمة. 6 دول تحيط العراق: تركيا وإيران والكويت والسعودية والأردن وسوريا. كل نظام شكل نظام إسلامي ليبرالي وهي تركيا، ونظام إسلامي ولاة الفقيه وهي إيران، ونظام أميري وهي دولة الكويت، ونظام ملكي الأردن والسعودية، ونظام جمهوري هي سوريا. والعراق يمد الجسور مع هذه الدول ويتمتع بأحسن العلاقات مع هذه الدول كأحسن ما يكون، بل أكثر من ذلك ربما تكون هناك حالات توتر بين دول الجوار، لكن العراق يلعب دور مهم بالتعامل معهم كوسيط أفضل ما يكون. هناك أزمة بالعلاقة بين تركيا وبين سوريا، والعراق له علاقة مع تركيا بنفس الوقت له علاقة مع سوريا. هناك برود أو جمود بالعلاقة، فتور بالعلاقة بين السعودية وإيران، والعراق يتعامل مع هاتين الدولتين كأحسن ما يكون. فإذا هذا التحسن النسبي بالأداء وبالدبلوماسية العراقية لم يأتي اعتباطاً، وكفلسفة اعتمدتها وزارة الخارجية، فلسفة العلاقات مع دول العالم. الأصل أننا نتعامل مع دول العالم، لذلك نحن لسنا أمام سؤال لماذا لدينا علاقة، لماذا ليس لدينا علاقة. الأصل أننا نكون علاقات مع هذه الدول. بعدين العراق ليس بلداً حديثاً كما هي أمريكا. من كان يعرف أمريكا قبل 1775؟ ماكو شيء اسمه أمريكا. اكتشفت عام 1492، اكتشفها كريستوف كولومبوس وما كان يدري أنه هذا الشيء اسمه أمريكا، صورها الهند الصينية. العراق منذ 6000 سنة تربع على عرش العالم وولدت الحضارة في جنوب العراق. هذا هو العراق. العراق تاريخ، العراق جغرافيا، بلد النهرين، دجلة والفرات، والآن يحاول أن يستعيد مكانته، مو حتى يهدد أمن المنطقة ويعتدي على أمن المنطقة كما حصل في الاعتداء الذي صار ضد الكويت. العراق يقطع أشواط وأشواط متميزة، والآن امتد بعلاقاته مع دول العالم قليلا قليلا، واتسع ليحظى على سبيل المثال بعضوية مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، فحصد 173 صوت، 173 دولة تصوت للعراق. دول عظمى كانت تتطلع إلى هذا الموقع، دول أخرى بذلت هدايا سخية ما استطاعت أن تصل، استطاع العراق أن يصل وإن كان يمر بظروف استثنائية.
كما أنه ارتقى العراق أن يحظى أن يكون نائب رئيس الأمم المتحدة، أمين عام الأمم المتحدة أيضا وصل له عراقي. فاليوم العراق يصعد ويرتقي، وعندما يرتقي إلى أي موقع من هذه المواقع يوطد علاقاته ويكرس علاقاته مع دول العالم حتى يتبادل معهم المصلحة والمنفعة والثقافة. يطير العراق على هذه الأجنحة، أجنحة الثقافة، الحضارة، التعاون السياسي، ونظريته ببساطة تقوم على أساس المصالح المشتركة والمخاطر المشتركة. والمصالح المشتركة كثيرة، مع كل دولة ربما تختلف عن دولة أخرى، لذلك ألا على نفسه العراق أنه يبحث عن المشتركات بينه وبين دول الجوار والدول ما بعد الجوار، نتعامل معهم جميعا. وهذه العلاقات شقت طريقها إلى الضوء، وهي الآن تتمتع بأحسن ما تكون. الآن العلاقات ما عندما نقارنها بالعقد السابق والسنوات التي مضت ماكو وجه مقارنة. الآن العالم كله ينفتح على العراق ويزورون بغداد، وكذلك حكومات بغداد تلبي الدعوات التي تأتي من هذه الدولة ومن تلك الدولة. هذه المقارنة تجعلنا نحس أنه هناك شيء يتحرك في داخل الدولة العراقية، شيء اسمه التعاون والتناظر. العراق ليس أكبر دولة بالعالم، لكنه من أكثر دول العالم تنوعاً بالمجتمعية العراقية، وهي المجتمعيات انسجمت مع بعضها، عندنا مذاهب متعددة، لكنه النظام الحكم انفتح على هذه المكونات جميعاً واستطاع أن يقرب بيناتها ويظهر بالمسرح الدولي، لأنه دولة تقارب بين المذاهب، دولة تقارب بين الديانات، دولة تقارب بين القوميات كذلك. أدنى عرب وأدنى أكراد وأدنى تركمان كلهم يعملون، والدستور يكفل لهم حقوقهم أيضا ويؤشر على واجباتهم. فالعراق الجديد إذن واجه العراق إرهاب، وهو ليست أول دولة تواجه الإرهاب. مطلع القرن 21 للأسف الشديد في 11 سبتمبر دشن الإرهاب جريمته في كل من نيويورك وواشنطن، وكنا جميعا نرى بمرأة ومسمع العالم فجر فيها ما فجر، أبراج الاقتصادية، وكلف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3,000 من المواطنين الأمريكيين الأبرياء. والحرب العالمية الثانية لم تفقد أمريكا من المواطنين المدنيين إلا أقل من 10 مواطنين فقط. عندما ضربت القوات اليابانية في بر الهارفر 7 ديسمبر 1941 لم يقتل من المدنيين الأمريكيين إلا أقل من 10، بينما خسرت بالإرهاب أكثر من 3,000 مواطن. هذا يرينا حجم الإرهاب وبشاعة الإرهاب ماذا يعمل. وهكذا انتقل الإرهاب من أمريكا إلى أوروبا، ومن أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، ومن جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط، ثم استقر في الشام، ومن الشام بدأ يتسرب إلى العراق. وكنا قد نبهنا في حينها أنه ما لم يتم القضاء على الإرهاب في أي دولة جوار سيمتد إلى الجوار الأخرى، وفعلا امتد إلى الجوار الأخرى. الإرهاب لا يهادن أحد ولا يصالح أحد ولا يقف حدود أحد. لذلك قلتها في 2004 في رئاسة الجمهورية، قلتها: الإرهاب لا دين له ولا مذهب له ولا وطن له، معولم. لذلك شوفوا الآن إذا ترون تكتشفون هوية الإرهاب فأنها تنتسب إلى جناسي أكثر من 120 دولة الآن صارت يتواجدون في العراق ويتواجدون في مناطق أخرى. لابد أنكم سمعتم ماذا حصل في مانشستر. من كان الهدف؟ أطفال بعضهم، والغالبية 22 مواطن قتلوا، وأكثر من 30 أو 40 مواطن آخرين تم جرحوا. وهي لم تكن قبلها ملعب نيس في فرنسا، وقبلها في مناطق أخرى. في كندا اقتحموا بيت الشعب كندا وقتلوا 2 من الحراس. هذه الحرب الشرسة، هذه الثقافة الشاذة الوحشية عمت المنطقة،
العراق وجد نفسه أنه مسؤول من الناحية الإنسانية والتاريخية والوطنية أن يتصدى وعقد العزم على التصدي ضد داعش. في 2014 كان الإرهاب قد وصل إلى مناطق الجنوب، قريب الجنوب بالوسط بين الحلة وكربلاء 100 كيلومتر جنوب بغداد، وأيضا طوق بغداد وكانت قذائفه ترمى على العاصمة بغداد. مع ذلك حفزه ذلك أن ينطلق بقوة، وانطلق بقوة وبدأ التراجع من 2014 إلى الآن. كانت المحافظات المعروفة في قبضة داعش الأنبار، صلاح الدين والموصل. اليوم تحررت كل هذه المناطق، بقيت الموصل وهي ثاني أكبر مدينة بالعراق. الساحل الأيسر كله تحرر، الساحل الأيمن قسم الأكبر من عندما تحرر لم يبقى من مدينة الموصل إلا 10%. السر في ذلك الذي جعل العراق يستطيع أن يحقق هذه الانتصارات الباهرة هو أولاً وحدة الخطاب السياسي المعبرة عن وحدة الكيانات السياسية المختلفة التي تحترم سيادة العراق، تحترم الدستور، وتتطلع إلى بناء دولة حضارية تحترم فيها كل المكونات. والعامل الثاني هو الكيانات العسكرية، رغم تعددها لكنها كلها انضوت تحت لواء القيادة العامة للقوات المسلحة، الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب وقوات العشائر المحلية، كلها قاتلت تحت لواء القيادة العامة للقوات المسلحة، ومضت تقطع المسيرة مظفرة بتحقيق هذه النجاحات اللي اليوم أصبحت واقع. كثير من دول العالم ما كانوا يتصورون أن يمكن أن تكسر شوكة الإرهاب، لكن إرادة الشعب العراقي برهنت على أنها كسرت ذلك. هذان العاملان، وحدة الخطاب السياسي، وحدة الحراك العسكري العراقي، جعل دول العالم تنظر بكل موضوعية وإنسانية إلى ما يجري في العراق. فجاء العامل الثالث وهو التعاطف الدولي، سواء كان دول التحالف أو دول خارج إطار دول التحالف. دول التحالف وقفت موقفا مشرفا من العراق، قدمت مساعدات، نحن قبلنا المساعدات بشرط واحد، لا تكون هناك قواعد عسكرية أجنبية تأتي إلى أرض العراق ويعيدون شبح القواعد الذي يرفضها شعبنا بضرس قاطع، لن يقبل ذلك. لكن قبلنا بقية المساعدات. إلى اليوم تعاني ألمانيا واليابان وقاعدة أنجرليك من وجود قواعد قديمة. القواعد العسكرية بسهولة تدخل، لكن ليس بنفس السهولة أن تخرج. لذلك عندما قبلنا أن نعمل مع التحالف الدولي اشترطنا أن لا تكون هناك أي قاعدة ولا يدخل أي عسكري إلا بعنوان مستشار وبإذن وبفيزا عراقية ولمدة محددة. وهكذا مضت المسيرة. اليوم هذه الدول تتعاطف معنا، وحقيقة أزدت خلنا خدمة كبيرة، وإحنا نحتاج دعم الدول الصديقة سواء كان في التدريب أو المعلومات. حرب الإرهاب حرب ليست تقليدية، المعلومات فيها تلعب دور، ودور كلش كبير، اللي هي تساعدنا في رصد حركة المجاميع الإرهابية، خصوصا وأنها جاءت أكثر من 100 بلد، تساعدنا في رصد الحركة من بلد إلى بلد آخر وفي داخل العراق من منطقة إلى منطقة أخرى. كل ذلك كان بمثابة خلية نحل تستمر وتتواصل، وكان القادة العراقيون سواء كان على الصعيد العسكري أو الصعيد الأمني أو الصعيد السياسي يواصلون عملهم بدأب ومواصلة لتحصيل الحصول على المعارك. فاصطفت اليوم في العراق إرادات الخير من داخل العراقيين. كل أبناء العراق وقفوا إلى جانب الدول المحافظات المنكوبة، قد ينقلون أن القضية في العراق ربما تكون قضية طائفية سنية شيعية، وهذا كلام عار عن الصحة وغير صحيح إطلاقا. المحافظات التي نكبت باحتلال داعش ثلاثتها محافظات سنية، وأول ما دخل داعش إلى العراق ادعى نفاقا وكذبا أنه هو يريد أن يتحدث عن السنة، بينما هو غزا ثلاثة محافظات، وهذه المحافظات الثلاث
كلها سنية، الموصل سنية والأنبار سنية وصلاح الدين سنية كذلك. كانت فترة اللي حكم بها على الموصل حفلات الإعدام علني يمارسها بين فترة وفترة، قوائم من الرجال والنساء يتم إعدامهم أمام أنظار الناس، بل وصلت البشاعة حدا لا يتصوره العقل. مجموعة من السيدات التركمانيات من محافظة الموصل، قضاء تلعفر، يجري انتهاك كرامتهن واغتصابهن، ثم يجري حرقهن وهن أحياء، هن حياة وهي حية. تصوروا عمق المأساة وعمق الجريمة التي يمارسها، الجريمة المادية البدنية والجريمة الأخلاقية اللي يمارسها هؤلاء. ما زادت هذه الجرائم العراقيين إلا إصرارا على مواصلة مواجهة الإرهاب وإلحاق الخسائر. اليوم داعش يحتضر بالعراق، بقى في 10% من محافظة الموصل فقط، وخلف وراءه لم تكن المعركة سهلة، ولم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر أبناء المحافظات البقية. أستطيع أن أقول ثلاث محافظات كانت محافظات الضحية: موصل، صلاح الدين، والأنبار. بقية المحافظات كانت محافظات التضحية، هم يأتون ويمشون على أقدامهم وبحريتهم ليلتحقوا بإخوانهم من أبناء المحافظات ويحققوا النصر ويساهموا فيه ويقدموا ضحايا، ما أن تتحرر إلا ويغادروها ويرجعوا ابن البصرة للبصرة وابن الناصرية للناصرية وهكذا البقية. ضرب العراقيون مثلا رائعا من الإيثار، خلف هؤلاء تعرفون جيدا، كل واحد من هؤلاء متزوج، له زوجة وله أطفال وله أب وأم. كلفت القضية الكثير من الدماء، وأغلى شيء في المعركة هو الدم. أخذ العراق على عاتقه مسؤولية بذل الدم، لكن يبقى العراق محتاج. نحن لم نطالب من أي دولة من دول العالم أن يأتون بأبنائهم يقاتلون بدل أبنائنا ويعطوا دماء على أرضنا، ما طلبنا من أي دولة من دول العالم، لكن فسحنا المجال لمن يريد أن تمتد كفه ويقدم مساعدات للعراقيين. قبلنا ذلك بتوفير المعلومات، بتوفير غطاء الجوي، بالإسناد اللوجستي، بممارسات عملية التدريب. هذا فتحناه لكل الدول، واكتشفنا أن لنا رصيدا غير قليل من المحبة والثقة والتعاون من دول العالم، سواء كان دول المنطقة بدءا بدول القريبة من الجوار الجغرافي، مرورا بالشرق الأوسط، وانتهاءا بالعوالم الأقصى. كلها شاركت العراق هذه المشاركة. الانتصار الذي حصل ليس انتصار عراقي. سمعتم ماذا حصل في مانشستر؟ ما الذي يمنع هؤلاء أنه يقيموا الدنيا ويقلبوها في كل عواصم العالم؟ هم جاءوا من عواصم العالم، جاءوا من أمريكا، وجاءوا من كندا، وجاءوا من أستراليا، وجاءوا من أوروبا، جاءوا من الصين، جاءوا من روسيا، جاءوا للعراق. ما الذي يمنع هؤلاء أنهم يمارسوا هذا العمل الإجرامي في دولهم عندما يعودوا؟ لذلك قلنا لهم من البداية: كل بلدانكم أهداف لداعش، قاتلوهم في أرضنا بالعراق وساعدونا عليهم لئلا يقاتلوكم في أراضيكم في عقر داركم. وها هو الحاضر يردد صدى ما قلناه سابقا. اليوم هاي الانتصارات أنا أعتبرها انتصارات لكم أن تفخروا جميعا بدون استثناء من كل دول العالم، لأنكم ساهمتم في دعم العراق، سواء كان دعم إعلامي، دعم سياسي، دعم مالي، حتى لو دعم نفسي وعاطفي. نحن الآن نملك رصيد، وأنا أشعر وأنا أتجول في عواصم العالم أشعر أن أنظر إلى وجوه المواطنين هناك، أقرأ في عيونهم أنهم يتعاطفون مع العراقيين ويشعرون العراقيين أننا نتابع أخباركم ونتطلع على انتصاراتكم. فالانتصار انتصار عالمي، فلكم جميعا أن تفخروا بهذه الحالة. لذلك إحدى مرتكزات الدبلوماسية العراقية عندما نفتح علاقة مع أي دولة أو نستجيب لأي دولة عندما تريد فتح علاقة معنا هو تكريس حالة التعاون وملاحقة الإرهابيين في كل دولة، ولقد قلناها في أكثر من دولة. يجب على العالم أن يعطي رسالة
لشعب العراق ومن خلاله لبقية الشعوب أن الدولة التي تتعرض إلى تدخل داعش لا تلقي فقط شعب ذلك البلد، ستلقى كل شعوب العالم، كل حكومات العالم الحرة تجدها في ذلك البلد. لذلك بما أن الإرهاب معولم لابد أن يكون الرد وردا معولما كذلك. لكن الآن أنا أعتقد بامتياز إحنا نواجه الإرهاب ونلقى استجابات ممتازة. الإرهاب مركب، كذلك السلم يجب أن يكون مركبا. الإرهاب مركب من العناصر التي تقاتل والعناصر التي تدرب والعناصر التي تمنح السلاح والعناصر التي تفتح أراضيها لمرور الدواعش والإرهابيين من بلد التحضير والإعداد إلى بلد الضحية، وعناصر الإعلام وعناصر الفقه الإرهابي إذا صح التعبير الذي يبرر ويسخر المنبر ظلما وعدوانا لخدمة الإرهابيين. نحن أمام حرب طويلة الأمد. من يقرأ منجد الحروب، كتاب منجد الحروب يحصي الحروب التي حصلت بالعالم، لا تجدون حربا كحرب الإرهاب. صحيح أكو هناك حروب طويلة الزمن مثل حرب 100 عام أو 116 عام بتعبير أدق، 1429 بين فرنسا وبريطانيا. هناك حرب 30 عام بين البروتستانت والكاثوليك في ألمانيا، الشمال الألماني والجنوب الألماني. بدأت ألمانية ألمانية ثم تحولت إلى أوروبية أوروبية عندما خرجت هذه الحرب من ساحة ألمانيا ودخلت ساحة الدنمارك والسويد وانتقلت إلى مناطق أخرى. هذه الحرب تختلف تماما، حرب أهدافها ليست عسكرية، أدواتها ليست طائرات ومدفعية، هذه تستهدف الإنسان، المدرسة لأنها تمثل تجمع للطلاب. والسوق، ذلك سميتها حرب الأسواق فترة، سميتها حرب المعابد، المسجد، الجامع اللي يصلي به الناس، والكنيسة في بغداد، كنيسة القيامة استهدفت بالتفجير. هؤلاء من طبيعة الضحية تتعرف على طبيعة الجاني. لماذا يقتلون الناس الأطفال في مانشستر؟ أطفال صغار تم قتلهم. تؤمنون على وجود إرهابي في بلدانكم وهو مستعد أن يقتل طفل وأن يحرق امرأة؟ هذه نظرية الإرهاب تقوم على فلسفة مؤذية جدا ووحشية، بل الحيوان لا 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 يعملها. بث الرعب عن طريق الترويع بالضحية، يمسك الضحية ويروعه حرقه وهو حي، إغراقه بالماء سنتيم سنتيم حتى يجرع الموت ويخيف البقية. بث الرعب بالترويع نظرية هاي تقوم بها الآن. لذلك نحن أمام خطر جديد وليست حرب تقليدية، وينبغي للعالم أن يستفيق من غفلته ويعبئ كل ما لديه. هؤلاء بعد الذي حصل في كثير من البلدان، شنو اللي يمنعهم ما حصل في مانشستر لا سمح الله أن يحصل في أي بلدة من بلدان العالم، ما دام الطفل هو الهدف. أطفال المدارس موجودين، ماذا نعمل؟ نجعل شرطي بوليسمن على كل طفل يوديه ويجيبه؟ اليوم أجراس الخطورة تقرع بأعلى ما يكون، على العالم أن يستفيق من غفلته وأن يقف إلى جانب الدول المنكوبة وينتقل من الأمن العلاجي إلى الأمن الوقائي. From curative security to preventive security. كيف يمنع حصول هذه المآسي أن تنتقل إلى بلدان آخر؟ يجب أن نوظف كل معاهدنا، كل فكرنا. الحرب في العمق حرب فكرية. هذه الأمور اللي يشوفوها هذه تمظهرات خارجية لهؤلاء، أما في العمق هناك فكر يبرر لهؤلاء أنهم يحرقوا الإنسان. ماذا تتوقعون من شخص يقتل أمة السيدة لينا؟ نهت ابنها نصحتها، قالت له ابني اطلع من هاي المنطقة وروح إلى منطقة أخرى وابدي صفحة جديدة، شهر مسدسه ورماها بطلقتين في صدرها. ماذا تتوقعون؟
ماذا تتوقعون لأب يقتل ابن الحيوانات لا تقتل أبنائها؟ اللي حجبه من عندكم يشوف المقاطع التلفزيون المصورة أنطيه إياه بعد الندوة حتى يشوفها. خمس آباء كل واحد يقتل ابنه لأنه ما يستجيب وما ينخرط في صفوف داعش. نحن نقاتل أعداء كهؤلاء الأعداء. هذا لازم تعرفوه. تعرفون أن العراق ده يمارس عملية مقاومة وعملية دفاع مع أشرس عدو وهو يقاتل عنكم جميعا. لا تتصوروا أن الجبهة بالعراق بمعزل عنكم. احنا عندما ننتصر على الدواعش وانتصرنا على الدواعش هو انتصار لكم، لكم أن تفرحوا، ويجب أن تعرفوا أنه لو لم يقدم العراقيون أبنائهم لتسربوا من هذا المكان إلى مكانات أخرى. اليوم العراق يحمل لواء مثل ما كان حامل لواء الحضارة منذ فجر التاريخ 6000 سنة، بلد الحضارة الأول بالعالم. اليوم العراق يحمل لواء الأمن والسلم ويدافع عن أشرس عدو في التاريخ الذي يريد أن يبث الرعب في نفوس الآخرين. وربما يطول الحديث، بس أنا أدري أن الوقت مالي. I think I finished. The time is finished. ننتظر إذا كانت لديكم أسئلة أو تعليقات، أكون ممنون. شكرا جزيلا.